سي بون فهمنا دوزي خلوها تهضر خلاص وصلوني بزاف لي ميساج صباح ربي تين 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 لي نوتيفيكاسيون تاع التليفون اللي تشارج على كل حال المهم بزاف لي نوتيفيكاسيون بزاف لي ميساج على لا شونسون تاع دوزي خلوها تهضر ولا خليها تهضر خلوها تهضر المهم مرحبا بكم كاملين في لاشين تاعي جيسبر كو تكونوا كاملين لاباس وكاملين تكونوا اون بون سونتي الناس اللي جاوا جدد القناه معكم زينوا ماشدي من الجزائر اتمنى منكم الاشتراك تفعيل زر التنبيهات والاشتراك في كل حساباتي في السوشيال ميديا اليوم يوم جمعه جميل ممكن راح نخرج في نزهه بعد الجمعه صارت الجمعه ممكن راح نروح البحر ممكن راح نصور لكم فلوغ يعني نتمنى انكم تدعموني وممكن ممكن اني ما نروحش بيسك الحال راه بارد شويه ولكن يعني احتمال كبير اني نروح لهذيك النوزه ونصور لكم فلوغ دونك جيسبر كو تدعموني وديروا لايك وبارطاجيو لي فلوغ ممكن راح نسيب روحي في الفلوغات يعجبكم الفلوغات وتكون الانطلاقه تاع لي فلوغ تاع زينو ام اتش دي ومن دون كثره الكلام والاطاله عليكم على بالي بلي كاملين راكم تستناو في لا رياكسيون تاعي على دوزي خلوها تهضر ولا خلوها تهضر ياس خلوها تهضر لي شونسون اللي خرجت يوم امس عندها نصف مليون مشاهده واكثر يلا نشوفوها مع بعض ما تنساوش لايك خاوتي خواتاتي تهلاو في روحكم يلا شوفوا لا شونسون مع بعض اوكي دوزي الشتاء خلوها تعبر خلوها تشكي وتقول دوزي او منطقه جميله قلبي يا درتك تجور لا تظني اني ديجا مضروب خلوها هنايا ونهضر لكم على الهضره يعني لا ميوزيك تاعو فكرتني في اغاني الشاب حسني القديم ميم سي انا ما نسمعش راي بزاف يعني ما نسمعوش بخاسك كاع وبيروم هذا يعني كي تكون الفن نقي وموسيقى نقيه تعجبني صراحه وهذا شونسون جاتني الفايب تاع الشاب حسني لي لونسيان يعني الراي القديم جدا الناس اللي تعرف الشاب حسني راه يعرفوا واش راني نقول يعني هذيك الموسيقى يعني هاد لا ميوزيك شويه قديمه اولد سكول والدوزي لا بيان جوي سور سا و لو كليب هذا البلون تاع هذه المنطقه صراحه اجمل فكره هذا المنطقه في المغرب خاوتي يعني مانيش عارف باسكو ما كان حتى سيني لحد الان مازال ما شفتش درابو تاع اي بلد ولكن اعتقد بان المغرب يعني في منطقه ساحليه علقوا لي في الاسفل الى ما تعرفوا معلومات على هذه المنطقه صراحه لحد الان اغنيه رجعتنا الى ذكريات شاب حسني ها ها عند شاب دوزي قال لك لو كان نبغي نجيبها كلمه مني عندي نصيبها هذا وان دل فانه يدل على الحب تاعها الحقيقي للدوزي وصراحه صوت الدوزي صوت ما شاء الله يعني صوت عذب عطر والحاجه اللي تعجبني سيك ديما لي شونسون تاعو يكونوا دي شونسون نقيين يعني ما فيهمش خساره الهضره هذاك الراي الحديث هذاك الراي فيولغار صراحه دوزي يعني تحسو جنتلمان كيكون يغني ولو انه يؤدي الراي بريتم خفيف تحسو جنتلمان يعني اللوك تاعو طريقه الغناء تاعو صوته المواضيع اللي تطرق لها في معظم الاحيان تكون مواضيع سنتيمونتال يعني صراحه نحييك انا زينو يا مارش ديم الجزائر دوزي وان شاء الله يعني نتمنوا نشوفوا فن راقي مثل هذا الفن تاع دوزي في المستقبل يعني ينقصوا شويه هذاك الفن فيلغار هذاك الفن تاع ستيك تيك ويديروا لنا فن راقي وتكون كومبيتيسيون تكون لا كونكورونس في مثل هذا الفن يعني كساسوا يكون في الراب ولا في الراي ولا في البوب ولا في الروك ولا في نيمبورت كال جون ميوزيكال يعني صراحه واحد سوجي امبورطون كي قال لو كان كنتي لو كان يعني صارحتيني من الاول وكنتيش تبغيني يعني كنتي تمثل عليا الناس واش تستفادوا كي تمثلوا لي سونتيمون تاعكم على انسان جوست باش يعني ممكن تفوتوا به الوقت ولكن كاين بعض الناس صح لازم نطرقوا لهذا السوجي الناس يعني يكذبوا على الناس يبينوا لهم بلي يحبوهم باش يدوا منهم مصالحهم سواء تكون شهوات ولا تكون الاموال ولا يكون اي امر اخر مي صراحه
ما راح تربحوا ولا شيء، ما راح تربحوا ولا شيء، لأنكم إذا ما استغلتوا الناس على حسنياتهم ولا صفاء قلبهم وتروحوا تبروفيتيو من النية تاعهم وصفاء تاع قلبهم وتديروا يعني فيهم المنكر، راح ربي سبحانه يحاسبكم واحد الحساب في الدنيا وفي الآخرة. ودوها من عند زينو أمرشدي، صفوا نياتكم، وإلا كعارف بلي نتايا ماكش راح تكون سيريو في هذيك لاغولاسيون، مي توا باغ، وإلا نتايا كعارفة بلي ماكش راح تكوني الأفضل، لا تطفلوا ماكش راح تكوني يعني فيدال ليه، يعني جبدي روحك وخلي الطفل معليش راح يتقبلها مع الوقت، ولكن ما تمسخريش به وما تبروفيتيش منه. كوني صريحة وكن صريح. نصائح مدير الحب زينو أمرشدي، مدير الحب بمساعدة كابيتان الحب الشاب دوزي. خلوها تهدر اون شونسون مانيفيك. تحيه لكاع ليكيب تكنيك، ليكيب اللي خدمت مع الشاب دوزي هذا لو بروجي اللي نسميه انا بروجي ناجح. في كل مره نقول لكم بروجي ناجح يجيب يعني كيفاش نقولوا الاهتمام. بروجي كيكون ناجح اوتوماتيكمون تصيبو عنده اهتمام، ميم سي يكون لو شونتور جديد ولا يكون لو شونتور يعني صغير ما عندوش يعني قاعده تاع جماهير كبيره، وكيكون مشروعه الاول ولا مشروعه الثاني ولا مشروعه العاشر ولا مشروعه العشرون ناجح يجيب الاهتمام. شئتم ام ابيتم، طو او طاغ، عاجلا ام اجلا يجيب الاهتمام. وشاب دوزي راه فنان كبير صراحه، قاعده جماهيريه كبيره بزاف، مغرب الكبير مسيطر عليه يعني في الفن هذا صراحه. والكليب مصور بطريقه احترافيه سيغتانمون، والاغاني او الاغنيه بلوتو لا ميوزيك تاعها توب جي توب. كيما قلت لكم لا ميوزيك فكرتني في الشاب حسني، ممكن دار انسبيراسيون تاعهم احلى اغاني شاب حسني، والصوت عذب وعطير صراحه. وبقى غير نقول لكم شكرا على هذا الطلب تاع الاغنيه صراحه. مليح الواحد يبدل دي فوا لا روتين، بويسك رانا نسمعوا راب. انا صراحه كي نكون رايح لافاك نسمع راب من 8 تاع الصباح، كي نكون في البيس على 7 حتى 8، بعدا بيان سور كي نكون نقرا ما يكونش عندي الوقت باش نسمع لا ميوزيك. ابخي كي نكون راجع للدار، باسكو عندي ساعة من الدار للجامعة وساعة من الجامعة للدار، كي نكون راجع من الجامعة للدار اوسي لي زيكوتور وراني نسمع في الراب، وخاصة الراب فرونسي. في بعض الأحيان ما نسمعش كاع، مي كي نسمع راب فرونسي. في بعض الأحيان راب أونجلي، عندي واحد رابور اسمه ان اف سي مون بريفيري، يعني نسمعهم طول طون لي رابور، ولكن مثل هذه الاغاني صراحه ما نسمعوش بزاف. مي كي سمعت هاد لا شونسون راح تنتريح، تبدل شويه لا روتين، يعني تحس روحك في الكلاود يعني في الغيوم في لي نواج. خلوها تهضر صراحه، نتمنوا الخير ان شاء الله والاحسن والافضل لكاع لي كوب اللي يتابعوا زينو ام اتش دي. ان شاء الله الحلال، ان شاء الله من هنا الحلال، من هنا الحلال ان شاء الله يا ربي. وخاوتي زينو ماشي ماشي متزوج، الناس اللي يقولوا زينو ماشي متزوج، انا ماشي متزوج يعني هذه بين قوسين. تهلاو في روحكم، ديروا لايك وبارطاجيو لا فيديو ماكسيموم. وتحيه للشاب دوزي، رابط الاغنيه موجود في الديسكريبشن بوكس. بيس.